تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية وصباح التفاؤل وصباح السعادة، ويومكم إن شاء الله مستمعينا الأعزاء مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. الشعور دائما مستمعينا الأعزاء بالتفاؤل والشعور بالسعادة تعكس دائما آثار إيجابية على صحة الإنسان. أرحب بكم مستمعينا الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. قبل لا نبدأ البرنامج أحب أني أرحب بفريق العمل المبدع معايا اليوم، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت ميرا الغفلي، وفي الإخراج مخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد، وأنا محدثكم عبد الله محمد جمعة. وأيضا من خلال برنامج صحة وسعادة مستمعينا الأعزاء دائما نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ونستعرض معكم مستمعين الأعزاء فقرات برنامجنا هذا اليوم، ومثل ما عودناكم دائما فقرة الأخبار المحلية والعالمية، واليوم تحت عنوان الأطباء الألمان يبتكرون لقاحا ضد سرطان الدماغ، ودائما فقرة السوشيال ميديا ومستجدات وسائل التواصل الاجتماعي والمتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي، وأيضا الصفحات الأخرى ذات العلاقة في الشؤون الصحية. ومع هذه المستجدات بتكون اليوم معنا عبر الهاتف الزميلة أسماء الجناحي. أما فقرة التغذية لهذا اليوم تحت عنوان فقر الدم وعلاجه عند الأطفال، وبتكون معايا ضيفة عبر الهاتف الأستاذة هنادي الغبيش، أخصائي أول التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي، وبنتحدث معها عن في البداية نبدأ عن فقر الدم وأسبابه وكيف يصاب الإنسان أو الطفل بفقر الدم، وأيضا حديثنا بيكون معها مستمعين الأعزاء عن التغذية، يعني هل التغذية له دور في الوقاية من فقر الدم لدى الأطفال، وأيضا بنتحدث عن جانب مهم جدا في ومثل ما تعرفون أن الأطفال دائما يعني يحبون الطعام أو الأكل السريع اللي يسمى الفاست فود أو التيك أوي، فما هي العلاقة يعني بين فقر الدم وأيضا هالنوع من الأغذية السريعة. وفي النهاية إن شاء الله بناخذ أكثر تفاصيل عن العلاج والوقاية. فقرتنا الأخيرة لهذا اليوم مستمعينا عن خدمات هيئة الصحة بدبي، وأيضا حديث مهم عن كبار السن والاستعداد للصيام خلال الشهر الفضيل، وبيكون معاي اليوم الدكتور محمد جميل استشاري طب الشيخوخة في هيئة الصحة بدبي، وحديثنا بيكون معاه أيضا عن مرحلة الشيخوخة وطبيعة هذه المرحلة، وأيضا الاستعداد الأمثل لكبار السن خلال شهر رمضان المبارك. فهاي كلها فقرات برنامجنا لهذا اليوم مستمعين الأعزاء، ودائما نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وننتقل معكم إلى فقرة السوشيال ميديا ومستجدات وسائل التواصل الاجتماعي، مع دائما طبعا تكون معنا الأخت أسماء الجناحي، ولكن أيضا ممكن مستمعين الأعزاء ناخذ الخبر هذا عن الأطباء الألمان يبتكرون لقاحا ضد سرطان الدماغ. نجح العلماء الألمان في إجراء مرحلة أولى من الاختبار السريري للقاح ضد سرطان الدماغ، حيث لم يسجل تطور الورم الخبيث لدى 82% من المرضى بعد مرور 3 أعوام من تلقي اللقاح.
أيضا يذكر أن الورم الدمقي هو أكثر الأورام الخبيثة للدماغ شيوعا، ويصاب به نحو 34 ألف مريض في روسيا كل عام. أما الورم الدمقي الآخر فإنه عبارة عن درجة رابعة وأخيرة للورم الدمقي الخبيث. وفكرة العلاج في جعل جهاز المناعة يستهدف هدفا جديدا مناسبا له، ينطبق على الخلايا الفاسدة للورم الخبيث ليقضي عليها جهاز المناعة بمفرده. ناخذ فقرة السوشيال ميديا مستمعينا الأعزاء مع زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. أختي أسماء صباح الخير. صبحكم الله بالنور سرور أخوي عبد الله عليكم وعليكم مستمعين إذاعة نصي. الله يصبحك أختي أسماء بالنور والسعادة. نحو تغيير بعض الأشياء اللي صارت في قنوات التواصل الاجتماعي خلال عقد نهاية الأسبوع، من ضمنها هيئة الصحة مع يعني فعلنا حملة مدة 3 أيام في سيتي ووك دبي، وهي كانت من الساعة 4 إلى الساعة 10 مساء، وهذا بالتعاون أو حملة تنظمها هيئة الصحة بدبي مع دبي القابضة وبعنوان أفضل هدية إنقاذ حياة. الحملة بتكون مستمرة لمدة 3 أشهر، وكل يعني من حكي الويكند ريال حب نكون في أحد المناطق التابعة لدبي القابضة. بعض الأسئلة اللي وصلتنا مع نشر هالنوع من النشرات، كثير من الأسئلة اللي وصلتنا أن إذا كان الشخص ماخذ تطعيم لقاح كوفيد 19 وحاب يتبرع مثل الوقت المناسب، ممكن للأشخاص اللي خذوا تطعيم كوفيد 19 التبرع بالدم بعد 7 أيام من تاريخ أخذ اللقاح. أيضا من ضمن الأشياء اللي حطيناها كان بعض النصائح اللي يجب على الأشخاص تذكرها عند الذهاب أو التخطيط الذهاب لمراكز التسوق. منها النصيحة دائما نقولها إذا عندك أعراض مرضية لا تطلع من البيت. ثاني شيء دائما ننصح باستخدام الطرق الذكية في الدفع مثل الإي باي أو الوالت وغيره، أو حتى الحين أغلب البطاقات فيها هذا النوع من المدفوعات. أيضا من ضمن الأشياء اللي كانت موجودة مشاركة الهيئة في مهرجان المرموم، وهذا بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن، توفر خدمات طبية من ضمنها عيادة ميدانية، فحص كوفيد، تطعيم كوفيد، وأيضا فرصة التبرع بالدم في مكان المهرجان. من ضمن الأشياء اللي وصلتنا أيضا من ناحية الاستفسارات الخاصة بالتطعيم، بعض الأشخاص يسألوننا إذا كان يعني ممكن الحضور بدون موعد. طبعا كل جميع خدمات هيئة الصحة مو بس التطعيم هي من عن طريق أخذ الموعد المسبق من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي اللي هو DHA App، أو من خلال مركز اتصال 8924. تغلب هاي الأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي، ونتمنى للجميع الصحة والسعادة ويوم أحد مميز وجميل. شكرا أختي أسماء الجناحي، ونتمنى لك أيضا إن شاء الله يوم جميل وبداية أسبوع موفق إن شاء الله. مستمعينا الأعزاء، نحن أيضا نشجع الحقيقة ونضم صوتنا مع صوت الأخت أسماء الجناحي بخصوص موضوع الحملة المميزة اللي اطلقتها هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع دبي القابضة في موضوع أو تحت عنوان أجمل هدية لإنقاذ حياة إنسان. شكرا لكم مستمعين الأعزاء، وبناخذ فاصل، ولكن بعد الفاصل عندنا فقرتنا المميزة لهذا اليوم، فقرة دم وعلاجه عند الأطفال، وبتكون معاي ضيف اليوم الأستاذ هنادي الغبيش، أخصائي أول التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي، وبنتحدث معها عن تفاصيل فقرة دم وعلاجه عند الأطفال. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء مرة ثانية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. دائما نرحب بتواصلكم معنا مستمعينا الأعزاء على الأرقام 600551414، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006.
وننتقل إلى فقرتنا لهذا اليوم مستمعينا تحت عنوان فقر الدم وعلاجه عند الأطفال. طبعا من بين المشاكل الصحية مستمعينا الأعزاء اللي يتعرض لها الأطفال والتي لها العديد أيضا من المخاطر تأتي مشكلة فقر الدم. طبعا حول هذا الموضوع المهم يسعدنا ويشرفنا أن تكون معنا اليوم عبر الهاتف الأستاذة هنادي الغبيش أخصائي أول التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي. الأستاذة هنادي صبحك الله بالخير والعافية. الله يصبحك بالخير يا أخ عبد الله. اليوم إن شاء الله موضوعنا اليوم رح يكون عن فقر الدم. هلأ هناك في كتير أنواع عدة من فقر الدم، ولكن اليوم رح أخص بالذكر ورح أتحدث عن فقر الدم التغذوي اللي له علاقة بالتغذية. هلأ اخترت هذا الموضوع لأنه كتير شائع عند الأطفال من عمر 6 أشهر لثلاث سنوات، وإذا ما تم علاجه بدوره بيأثر على نمو الطفل، تطوره وتركيزه الذهني. هلأ رح نتعرف على إيش هو فقر الدم. فقر الدم انخفاض في نسبة مستوى الحديد في الدم، والحديد هو مادة غذائية ضرورية وإحدى المكونات الأساسية للهيموغلوبين. هلأ الهيموغلوبين بدوره بيقوم بنقل الأكسجين من الرئتين إلى باقي أنحاء الجسم. فإذا كان نسبة الحديد في جسم الأطفال أو حتى الأشخاص العاديين متدني، بالتالي نسبة الهيموغلوبين بتكون قليلة وما بتمكن الجسم من نقل الأكسجين من الرئتين إلى باقي أنحاء الجسم. مشان هيك الطفل المصاب بفقر الدم بيعاني من بعض الأعراض، منها شحوب البشرة والجلد، وهذا بسبب نقص الأكسجين مثل ما قلنا، لأن وظيفة الهيموغلوبين نقل الأكسجين لأنحاء الجسم. كمان بيعانوا من فقدان الشهية، بيشعروا بالتعب السريع وفقدان الطاقة، بيكون في اضطراب في نومهم، أطرافهم دائما باردة، اليدين والقدمين دائما باردة، وكمان بتأثر نموهم، بيكون عندهم بطء في النمو. وبعض الأطفال كمان عندهم بيميلوا لأكل الثلج، التراب، معجون الأسنان. هاي من أكثر علامات الشائعة عند الأطفال اللي بيعانوا من فقر الدم. نعم أستاذة هنادي، طبعا مثل ما ذكرتي بأن يعني إذا صاب الطفل بفقر الدم مثل ما ذكرتي خلال 6 أشهر الأولى من العمر أو إلى أن يعني إلى أن يصل إلى 3 سنوات، طبعا بيمر في هاي المشاكل الصحية اللي ذكرتيها. فلو يعني نتحدث معك أستاذة هنادي، ما هي الأسباب، يعني شو الأسباب اللي ممكن أن يصاب الطفل وهو عمره 6 أشهر إلى فقر الدم؟ أيوة، هلأ هناك عدة أسباب بتسبب فقر الدم. رح أتكلم عن كل نقطة ورح أركز على اللي هي الخاصة بالتغذية. هلأ ممكن بعض الأطفال بيعانوا من عدم قدرة الجسم على امتصاص الحديد لأسباب صحية، مثلا في كتير من الأطفال بيعانوا من مشاكل في الجهاز الهضمي وعلى الأخص في المعدة. هلأ اللي عندهم مشاكل في المعدة بيعانوا من سوء في امتصاص الحديد. هلأ هاي علاجها بشكل طبي مع الدكتور المعالج. هلأ إذا كان الطفل بيعاني من فقدان الدم بشكل مستمر، يعني عنده نزيف كمان بيعاني من فقر الدم، يعني فقدان الدم باستمرار بيعاني من فقر الدم، اتباع حمية غذائية محددة بسبب مرض معين. هلأ مثلا في عندنا إحنا حالات بيعانوا من الأمراض الأيضية اللي هي بتتعلق في البروتينات والأحماض الأمينية، وتوجب عليهم اتباع حمية غذائية متقلل كمية البروتينات المتناولة، يعني قد يكون إلى أشبه هم ما بتناولوا جميع المنتجات النباتية والحيوانية من البروتينات، بالتالي بيفتقروا إلى تناول الحديد وقد يعانوا من اللي هو فقر الدم. هلأ الفئة الرابعة اللي هم بيعانوا من فقر الدم بسبب اتباعهم نظام غذائي غير صحي بيفتقر إلى الحديد. هلأ وهذا اللي رح نتكلم إحنا عنه بإسهاب. هلأ الطفل منذ الولادة بيكون عنده مخزون كافي من الحديد في جسمه بكفي لغاية 4 شهور. بعد 4 شهور ببلش هذا المخزون يتناقص تدريجي. هلأ حسب توصيات الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، إنه الطفل اللي بيعتمد على الرضاعة الطبيعية بالشكل الأساسي بعد عمر 4 شهور توجب عليهم أخذ مكملات من الحديد، يعني ايرون سبليمنت. ليه؟ لأنه حليب الأم ليس مصدر جيد للحديد.
لكن ما حيستمر بأخذ هاي المدعمات الحديد يعني بشكل مستمر، فقط لغاية ما يبلش بأطعمة الفطام. يعني هلأ نزل عنده مستوى الحديد في الجسم ابتداء من الشهر الرابع، لغاية ما يبلش بأطعمة الفطام يعني لغاية الشهر السادس ممكن ياخذ الحديد طبعا تحت إشراف الطبيب. الفئة الثانية اللي هم بيستخدموا الحليب الصناعي، إذا كان الطفل بيعتمد بالشكل الرئيسي على الحليب الصناعي ما في داعي ياخذ الحديد. ليش؟ لأنه الحليب الصناعي هو نفسه مدعم بالحديد، فما في داعي ياخذ حديد. صحيح. هلا كمان من توصيات الأكاديمية الأمريكية إنه الأطفال أقل من عمر سنة لازم ما ياخذوا حليب الأبقار أو حليب الماعز قبل عمر السنة. ليش؟ لأنه هاي غير مدعمة بالحديد وهي مصدر غير جيد للحديد، بالتالي بنفضل استخدام الحليب الصناعي عن اللي هو الحليب الطبيعي الفريش، لكن حليب البقر والماعز ممكن استخدامه بعد عمر السنة. هلأ نيجي نتكلم على أطعمة الفطام. كمان بعض الأمهات بيعطوا الأطفال كميات كبيرة من الحليب وبيأخروا من إدخال أطعمة الفطام لبعد الشهر السادس، وهذا كمان بيأثر على تناول الطفل كمية المجموعات الغذائية، وبالتالي بيأثر على تناوله من الحديد المقرر إله، وبالتالي بيصير يعاني من فقر الدم. صحيح. أو إنه بتناول الطفل كميات جدا كبيرة من الحليب على طول الحليب في تمه، كل ما بكى الطفل انعطر أضعافه، هو طول الوقت شبعان، حلت مكان عناصر غذائية مهمة محتواها عالي من الحديد. نعم، هناك أيضا أستاذ هنادي بعض الاعتقاد، يعني مثل ما تفضلتي أنت أن يعني تقريبا يعني وضع بعض الأطعمة في مرحلة العمر يعني بعد 3 شهور أو 4 شهور، ففي البعض يعتقد يعني اختلاف في الأشهر هاي الثلاث، البعض يبدأ من 3 أشهر والبعض يبدأ من 4 ومن 6، ف يعني ما في هناك يعني نموذج محدد بأن خلاص. أخ عبد الله كان قبل يقولوا بالقديم قبل تقريبا 10 سنوات نعم. يعني بلش الطفل أطعمة الفطام من عمر من الشهر الرابع. ليش؟ لأنه مثل ما قلنا مخزون الحديد بنزل عند الطفل بعد الشهر الرابع، ولكن في دراسات طلعت أنه يبلش الطفل أطعمة الفطام من عمر من الشهر السادس، لأنه معدة الطفل ما بتكون متطورة لاستقبال أطعمة الفطام قبل الشهر السادس. صحيح. حالياً الدراسات بتقول لو بدأ الطفل أطعمة الفطام من الشهر الخامس، وهذا بيعتمد من طفل إلى طفل آخر حسب جاهزيته. هلأ دائماً إحنا نقيم هل الطفل جاهز لتناول أطعمة الفطام بجلسة الطفل، ثبوت الرقبة، وضع الطفل لعملية المص، هل هي طبيعية؟ كل هاي الأمور، إذا كان وضعه الصحي جيد، كل هاي الأمور بتقرر متى يبدأ الطفل بأغذية الفطام. ولكن بشكل عام بين الشهر الخامس والسادس هو أفضل عمر للبدء بأطعمة الفطام. هلأ رح أتكلم كمان على أطعمة الفطام. لما الأم تبلش بأطعمة الفطام كيف تتدرج هي بالأطعمة؟ بداية هو رح ياخد السيريالز اللي هي الحبوب السيريلاك اللي هي بتكون كمان مدعمة بالحديد، بالتالي ما حيصير عند الطفل فقر دم لما يبلش بأطعمة الفطام، لأنه مثل ما قلنا أطعمة الفطام مدعمة بالحديد، بالإضافة للخضار فيها حديد، الفاكهة بتحتوي على الحديد، البروتينات بتحتوي على الحديد. لا عمر السنة هلأ ببلش الأطعمة مثل أطعمة البيت، في عنا مصدرين من البروتينات اللي هو مصادر نباتية ومصادر حيوانية. قدرة الجسم على امتصاص الحديد من المصادر النباتية أقل بقليل من قدرة الجسم على امتصاصها من المصادر الحيوانية. مثلا هيك دائما بنقول لما يكون أكلنا بيحتوي على الخضروات العالية بالحديد، دائما ندحم ونزيد من امتصاص هذا الحديد باستخدام عصير الليمون، نعصر ليمون على وجباتنا مشان يسرع من امتصاص الحديد وتزيد كفاءة امتصاصه.
أو شرب مثلا عصير فريش، عصير برتقال، عصير حمضيات مع الوجبين، يتم تسريع امتصاص الحديد والاستفادة قدر الإمكان من الحديد الموجود في الوجبة. هلأ مثل البقوليات كمان مصادر نباتية جيدة بالحديد، عندنا الخضروات الورقية الخضراء، الفاكهة المجففة وعلى الأخص الزبيب والتمر كمان محتواها عالي من الحديد. مثلا الزبيب 2 معلقة كبيرة من الزبيب بيحتوي على تقريبا 2 ميلي جرام من الحديد. نص كوب من البقوليات بيحتوي تقريبا على 3 إلى 4 ميلي جرام من الحديد، يعني هاي تعتبر تقريبا نص احتياجات طفل عمره سنة لثلاث سنوات بيحتاج 7 ميلي جرام من الحديد. فإذا هو أخذ نص كوب من شوربة العدس في اليوم، هو أخذ نص احتياجاته من الحديد. هلأ هاي بالنسبة للمصادر النباتية. رح نتكلم كمان على المصادر الحيوانية اللي هي مثل الأسماك، الدجاج، اللحم، الكبدة، وأكثر شيء بتركز فيه الحديد كبدة الدجاج، كبدة الغنم واللحوم الحمراء، بيجي بعدها الدجاج وبعدها السمك. وزي ما قلنا سرعة امتصاص الجسم للحديد الموجود في المصادر الحيوانية سريعة وكفائتها جدا جيدة، بالتالي لازم ننتبه إنه يكون أغذية الطفل كل يوم تحتوي على المصادر الحيوانية. نعم أستاذة هنادي، يمكن عندنا دقيقة تقريبا، حابين بس نستوضح معاك إذا أصاب الطفل يعني بفقر الدم ما هو العلاج؟ هلا إذا كان حسب درجة فقر الدم، إذا نعم كان فقر يعني مثلا المستوى الطبيعي للطفل يكون دمه تقريبا 11.5، هلا إذا قل عنه بشوي مثلا كان 11 ممكن علاجه بالتغذية، ولكن إذا كان فقر دم مزمن لا يتم علاجه بالتغذية، يجب استشارة الطبيب، صحيح عمل فحوصات شاملة لتوضيح كمان ما هو السبب، هل هو غذائي ولا في أسباب تانية لها علاقة بفقر الدم. هلا صحيح إذا كان السبب غذائي، أول شيء إعطائه المكملات الغذائية اللي هو أدوية لتعديل مستوى الدم، لأن التغذية لحالها إذا كان فقر مزمن لا تعتبر علاج، ما بتعدل فقط بالتغذية، بيحتاج وقت طويل، ولكن الأدوية بالإضافة إلى التغذية السليمة. لكن مثل ما قلنا إذا كان فقر دم مثلا وصل 11 10 ونص 11 ممكن علاجه بالتغذية، مثل ما قلنا اللي هي الأغذية الغنية بالحديد، مصادر حيوانية ومصادر نباتية. شكرا. وكمان يحاول يقلل من الفاست فود نعم والجنك فود لأنه بتشبع الطفل، هي ذات محتوى عالي من السعرات الحرارية ولكن قيمتها الغذائية جدا ضعيفة، نعم تفتقر للمعادن والفيتامينات اللي بيحتاجها الجسم. شكرا الأستاذة هنادي الغبيشي، أخصائي أول التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي، وحديث شيق الحقيقة ومهم عن موضوع فقر الدم وعلاجه عند الأطفال، وأيضا نحن دائما نشجع الأطفال اتباع البرنامج الغذائي الصحي والسليم. شكرا جزيلا لك. حياك الله. مستمعينا الأعزاء بناخذ فاصل، وبعد الفاصل فقرتنا الثانية عن خدمات هيئة الصحة بدبي، واليوم تحت عنوان كبار السن والاستعداد للصيام، بيكون ضيفي الدكتور محمد جميل النعماني استشاري طب الشيخوخة بهيئة الصحة بدبي. خلكم ويانا فاصل وتفاصيل أكثر. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية، ومرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نرحب دائما بتواصلكم مستمعينا الأعزاء على الأرقام 600551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وننتقل إلى فقرتنا الأخيرة لهذا اليوم، فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي، واليوم مستمعينا تحت عنوان كبار السن والاستعداد للصيام.
ومثل ما تعرفون أن في هذه الأيام ومع اقتراب شهر رمضان الكريم نبدأ في برامجنا دائما التعرف على أو إلى أهم النصائح والإرشادات العلمية والطبية التي تحفظ لنا دائما صحتنا خلال أيام شهر الفضيل، ولا سيما طبعا بما يخص كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. حول هذا الموضوع يشرفنا الحقيقة أن يكون معنا اليوم عبر الهاتف الدكتور محمد جميل النعماني، أخصائي طب الشيخوخة بهيئة الصحة بدبي. الدكتور محمد صباح الخير. يا صباح النور، أهلا وسهلا. الله يحييك دكتور. طبعا موضوع كبار السن والاستعداد للصيام من المواضيع المهمة جدا، ونحن بتكون لنا إن شاء الله يعني فقرات ثانية دكتور للحديث والتطرق إلى جوانب أخرى حول هذا الموضوع، ولكن اليوم دكتور لو تحدثنا بداية عن مرحلة الشيخوخة وطبيعة هاي المرحلة. طيب، هي مرحلة الشيخوخة عادة تكون مصحوبة بانخفاض مضطرد في كفاءة جميع وظائف أعضاء الجسم بنسبة تقترب من 1% سنويا، نقدر نقول بداية من عمر 25 سنة. يعني رحلة الشيخوخة تبدأ مبكرا عند الناس، يعني من أول 25. من 25 دكتور؟ نبدأ. وايد مرحلة متبكرة. ما احنا بنبدأ كبقى نقصان 1%، عد بقى 1%. 1%، نعم. من 25، فتقريبا على منتصف السبعينات نكون فقدنا ما يقارب 50%. كل شيء، نعم. كلى، كبد، مخ، عظام، عضلات، whatever. الإدراك. كل شيء. يعني 70%، 50%. عند 75 مثلا نكون فقدنا ما يقارب 50% من كفاءة كل شيء. كفاءة طبعا الجسم. في تفاوت من شخص لآخر حسب الحياة الصحية اللي كان يحياها وكذا، يمارس رياضة ما يمارس رياضة، في بعض الفوارق يعني. صحيح. ولكن بنتكلم في العموم. على سبيل المثال نضرب مثل العمل، يعني القدرة على الإحساس بالعطش، وهذا أمر كتير يعني يهمنا في شهر رمضان. صحيح. هذه الحاسة تنخفض بشكل كبير جدا عند كبار السن، ويترتب عليها آثار كثيرة جدا، اللي هي عدم شرب الماء نتيجة أنه ما يشعر أن هناك حاجة، ما في عطش، ينتج عنها جفاف. صحيح. اللي هو أشهر وأكبر وأخطر مشكلة نسلط عليها الضوء في الصيام بالنسبة لكبار السن، لأن الجفاف بداية سلسلة من التداعيات السلبية الكثيرة جدا، تأثير على الحالة الذهنية العقلية، تخثر في الدم، ارتفاع في احتماليات الجلطات، السكتات الدماغية والقلبية، وظائف الكلى تتدهور بشكل كبير، كل هذا نتيجة الجفاف وعدم شرب الماء الناتج عن عدم الإحساس بالعطش، الإمساك، التهابات المسالك البولية. هذا فقط يعني مثال واحد على تغير من الذي يحدث في الشيخوخة وما يترتب عليه من مضاعفات. صحيح. نعم. نعم دكتور، أكيد طبعا يعني مثل ما ذكرت بأن النسب تختلف يعني من 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 شخص إلى شخص، وهاي النسب أيضا تأثيرها يختلف أتوقع دكتور، مثل ما تفضلت أنت بناء على يعني النمط الحياة اللي كان عايشينها الشخص هذا، إذا كانت يعني نمط حياة صحية وسليمة، موضوع الرياضة وموضوع التغذية الصحية، أكيد يعني آثارها بتكون تختلف من شخص يعني ما كان يتبع نمط غذائي صحي وسليم. لا شك كلامك صحيح 100%. صحيح. كيف دكتور يمكن يعني التجنب من هاي المشاكل؟ طيب، انا زي ما ضربت لك مثل باهم المشكله اللي هي شرب السوائل في رمضان بالنسبه لكبار السن، لان هم حتى عاده في الايام العاديه صحيح ما يشربون يعني. انا اتذكر دكتور والله دائما يعني من تطلب يعني مرات انت بس تبغي تخدمهم يعني في شيء معين، هل تبغي تشرب ماء؟ دائما يعني يكون الرفض. فهذا اكيد مثل ما تفضل دكتور اليوم بان له يعني علاقه بموضوع يعني عدم الاحساس بالعطش، يعني ليس فقط يعني في شهر رمضان، ولكن احنا دائما نلاحظ الدكتور حتى في الايام العاديه. صحيح، نسبه كبيره من ما كنا عارفين صراحه ان في يعني ربط بهذا الموضوع بتقدم العمر، ويعني انهم يفقد يعني حاسه الاحساس بالعطش ايضا. نعم، وهذا بيتسبب في نسبه كبيره من دخول المستشفيات لكبار السن على فكره. طبعا تجنب هذا الامر ان احنا بنضع سياسه، مثلا اذا كان هيصوم المريض او المسن، هناك عدد من اكواب او كؤوس الماء يجب ان تتناول ما بين الافطار والسحور
سواء شعرت بالحاجة أو بعدم الحاجة. يقال هذا الكلام بوضوح، والبركة في الأسرة والمحيطين. صحيح. إن هم يرصوا على الوالد أو الوالدة أو الجد أو الجدة 6 أكواب من الماء، كل كوب تقريبا 200 ملي، يعني بنتكلم في حوالي لتر ونصف من وقت الإفطار إلى وقت السحور، وتجاوزا نقدر نعتبر العصائر داخلة فيها، بس لا تقل عن كده، لا تقل عن لتر ونصف، يعني دبت مسافة كبيرة مثل ما نقول. صحيح. طبعا دكتور، مثل ما تفضلت دكتور محمد، بأن يعني هناك دائما تحدي الحقيقة كبير جدا بين يعني الشخص اللي هو يعني كبير السن أو أصحاب الأسرة في إقناع أصحاب الأسرة عفوا في إقناعها في عدم يعني موضوع الصيام، لأن تعرف أغلب الكبار السن الله يعطيهم الصحة والعافية تشوف أنهم مصابين ببعض الأمراض المزمنة، سواء ارتفاع في ضغط الدم أو السكري أو أمراض أخرى، فيصر على الصيام في خلال شهر رمضان المبارك وما يحب الحقيقة أنه يمتنع من الصوم. فشو تنصح دكتور في هذا الموضوع، يعني بشكل عام المحافظة على الغذاء الصحي، وطبعا أكيد الالتزام بأخذ الأدوية في الوقت المناسب للي عندهم يعني أمراض مزمنة؟ هو والله قبل ما يعني أجي لقصة نوعية الغذاء وكذا في رمضان، يجب يعني على المسن أن يعرف أنه هو اللي فرض الصوم، هو نفسه يعني أوجب الرخصة. صحيح. فأي صاحب مرض مزمن أو أي مسن قبل بدء الشهر لازم يزور الدكتور المعالج الخاص به. صحيح. اللي ملف المرض موجود عنده، وفي سؤالين أو ثلاثة لابد من الإجابة عليهم. هل أنا يعني حالتي الصحية ووضعي يعني يسمح ولا لا يسمح؟ وده سؤال يجاوب عليه الطبيب من خلال التحاليل والتجارب السابقة اللي عندنا. هل سبق لهذا المريض إذا كان سكري نتعرض لنوبات غيبوبة وانخفاض السكر متكررة؟ هل هو بيتعرض لنوبات جلطات متكررة كثيرة؟ إذا كانت الأمور بهذا الشكل، أو وظائف الكلى مثلا متدهورة إلى حد كبير في قصور واضح، لن يكون من المناسب أبدا أن هذا الشخص يصوم. صحيح. والدكتور عليه مهمة بالإضافة للأسرة أنه يقنعه بهذا الأمر. أما إذا كان يعني الطبيب قال له ما فيش مشاكل مثلا، أو دعنا نأخذ أسبوع تجربة على أن احنا نعمل مجموعة من التحاليل بعد 3-4 أيام نشوف مثلا الأملاح في الدم ووظائف الكلى، إذا كانت الأمور تسير بشكل مضبوط خلاص نتوكل على بركة الله ونكمل. فدي نصيحة لأبائنا وأمهاتنا، يعني في هذا الأمر يعني لو تكرمتم اتركوا الأمر للطبيب يعني في تحديد إمكانية الصيام من عدمه. قررنا وخلاص وإن شاء الله الدكتور سامح بالصيام بناء على دراسة الحالة، بكرر مرة تانية إن السوائل يعني يجب أن لا تقل عن لتر ونصف يوميا في من ما بين الإفطار وحتى وقت السحور. أما سفرة المائدة، نصيحة للأسرة الكريمة، يجب أن تلائم المسن، بمعنى ليس من يعني السائغ أو المستساغ أن أنا أضع مائدة عليها كل أصناف الحلويات والأطباق الرمضانية و و و ثم أقول للمسن لا أنت تتجنب كل هذا، هذا حقنا إحنا بس، وأنت يعني نصيبك النظر. صحيح. لا هذا يعني عذاب، هذا غير مستساغ غير منطقي ولن يلتزم يعني. فإحنا نضع الأكل اللي بناكل منك لنا وهو أولنا، يكون صحيح. بعدين كل واحد يشوف مكان يعني يشبع رغباته بس بعيد عن الوالد أو الوالدة أو ما إلى ذلك، لا سيما لو مريض سكر أو مريض ضغط أو مريض كلى وهناك محاذير معينة. فيجب أن الوجبة تكون اللي هي الوجبة الصحية، اللي هي يعني الحصة الكبرى تكون الخضروات والفواكه لأهمية الألياف في حركة الأمعاء وتجنب الإمساك اللي كثيرا ما يكثر في رمضان وله تداعيات سيئة جدا على الحالة الصحية. بالمناسبة الإمساك ليس شيء بسيط. صحيح. يليه طبعا لازم يكون في قدر من البروتين أيا كان نوعه، إلا إذا كان الشخص مريض كلى في حالة متقدمة يجب أن نحن نقلل من البروتينات. ثم يأتي في الجزء الأخير الجزء النشويات، سواء كان أرز أو معجنات أو خبز أو أي شيء من هذه العائلة. فنبدأ كده الهرم بتاعنا خضروات فواكه، يلي بكمية أقل البروتين، يلي بكمية أقل النشويات. صحيح.
طبعا دكتور نحن نتمنى أن الكل أيضا يعني يأخذ بالاعتبار الجانب اللي تفضلت فيه اللي هو يعني وبالأخص يعني نحن نركز دكتور على جوانب كثيرة اليوم في حديثنا معك، ولكن الجانب المهم الكبار السن الله يعطيهم الصحة والعافية، إذا كان مصاب بداء السكري ضروري جدا بأن يلتزم بمواعيده، ونحن دائما نذكرنا يلتزم بمواعيده الدورية مع الفريق الطبي المعالج، وبالأخص يعني قبل الصوم بأسبوعين أو 3 أسابيع، على أساس أنه مثل ما ذكر الدكتور محمد يتأكد أنه شخص ممكن أن يصوم، على أساس أنه حتى يعني إذا فترة الصيام يعني صام ما يتعرض لأي مشاكل صحية ثانية. ده كلام سليم جدا، والصيام المرض السكري لابد من مراجعة الطبيب قبل الشهر، لأن غالبا حتى لو الطبيب سمح بالصيام سيكون هناك تعديل في الجرعات. أنا ما عندي غير إفطار وسحور، يعني مش هقدر أدي بس من 3-4 جرعات إنسولين زي ما الناس بتاخد في الأيام العادية. قد يلجأ الطبيب لتخفيض الجرعة تجنبا أن احنا ندخل في غيبوبة سكر، ولذلك مريض السكر لا مفر المسن إلا أنه لا بد من مراجعة الطبيب قبل بداية الشهر الكريم. صحيح. دكتور محمد عندي مداخلة، أحد الأخوة يقول عنده الوالد مصاب بالسكر وكل سنة على نفس الموال، الطبيب لا يسمح لها بالصوم نهائيا ولكنه يقرر أنه يصوم، فيبون بعض النصائح حول هاي الفئة من الناس اللي هو أصلا مش مسموح لأنه هو يصوم من جانب صحي ولكن يقرر أنه يصوم. طيب هذا عكس الكلام دكتور اللي تكلمنا فيه نحن قبل شوي. يعني أنا في هالحالة أنصح، لأن أنا برضو من يعني أنا أصلا طبيب كبار سن، يعني أكثر من 25 سنة وياهم. صحيح. ليس في كل الأحوال إحنا ننجح في إصلاحهم، يعني لا تنسى أن المسن ينظر لك أنت مهما كنت أن أنت أصغر عنه. صحيح. مثابة حفيدة، فمهما كنت على علم ولا طبيب ولا غيره احيانا قد تفشل في الاقناع، يعني لو زودت في الكلام بيعصب عليك صح. يعني خلينا نتكلم بشكل واقعي، فاذا يعني تعذرت الامور الى هذا الحد فانا نصيحتي ان مريض السكري قد يكون من الافضل تقليل جرعه ادويه السكر جدا، واسمح بقبول ارتفاع في السكر اثناء الشهر الكريم ولا اني اعرضها لنوبه من نوبات انخفاض السكر. أكيد. هنا بقى هيكون مبدأ أقل الضرر، يعني بقول لك خلاص لو صممت احنا يعني مو بنخفض السكر، خلي بقى السكر يرتفع، لأن المقابل انخفاض السكر يشكل كارثة، يعني لو نزل السكر تحت معدلات 60 و 50 وبالأخص وقت الصيام بعد دكتور محمد. طبعا. فمفروض يعني يكون هناك في مصداقية وحس شفافية الحقيقة بين المصاب وبين يعني الطبيب، إذا في النهاية قرر الشخص أنه يصاب علما بأن الطبيب لا يسمح لأنه يصوم، فمفروض أنه حتى يعرف الجانب الآخر دكتور، أنه يأخذ بعين الاعتبار خلال فترة الصوم أو ساعات الصوم إذا تعرض لأي مضاعفات أو أي أمور أخرى يعرف كيف يديرها وهو صايم، على أساس أنه مثل ما ذكرت ما يتعرض لمشاكل قد تكون يعني حرجة ومشاكل يعني صحية تأثر على صحته بشكل عام. طبعا يجب على المحيطين به يعرفوا أعراض انخفاض السكر من التعرق الشديد وتغير الحالة الذهنية والإدراك، وبيحس أنه في شيء غريب أو أنه مثلا دوخة دورة يحاول أنه هو يقف يطيح على الأرض. لابد وإذا كان مريض سكر فورا يتم تحليل السكر، ويعني يجبر على الإفطار ويعطى أي مادة سكرية في الفم على الحال. دي مهمة المحيطين بالشخص المسلم. صحيح. إذا مطمع على الصيام يعني. لأن مرات تكون دكتور حتى الأعراض يعني قد تكون متشابهة، يعني في حالة إذا كان يعني ارتفاع في مستوى السكر في الدم أو النزول، فلا بد أن أيضا مثل ما ذكرت أن الأسرة يكونون على دراية وعلى علم بكيفية يعني إسعاف الشخص هذا في الوقت المناسب. مشكلة النزول أن لازم تتلاحق في نفس الوقت، يعني ارتفاع السكر ممكن تصبر عليه شوية يعني بالساعات، أما نزول السكر لابد أن يدرك المريض في اللحظة والتو، يعني ما نقدر نصبر عليه حتى نص ساعة ولا ساعة. فهمني حضرتك كيف؟ نعم دكتور. يعني النزول في منتهى الخطورة أخطر بكثير من الارتفاع. صحيح. هو الأكثر شيوعا في الصيام. لهذا السبب مهم جدا دائما هو العلاقة
المستمرة بين الشخص المصاب بداء السكري والفريق الطبي المعالج، لأن دائما الشخص المصاب بداء السكري هي إدارة حالة دكتور محمد، نحن دائما نقول وليس فقط علاج. إدارة الحالة تكون من طب، يعني من قبل العلاقة المتواصلة بين الشخص المصاب والطبيب، والشخص المصاب وأخصائي التغذية وأخصائي التثقيف الصحي والفريق المتكامل، على أساس أنه يعني نحن نعرف اليوم الشخص يكون مصاب بداء السكري، ولكن نحن هدفنا أنه ما يوصل للمراحل اللي هي قد تكون المضاعفات الداء السكري قد تكون خطيرة على صحته بشكل عام. كلام صحيح 100%. دكتور، ما تبقى من الوقت حابين صراحة نتكلم معاك عن، طبعا هيئة الصحة بدبي دائما تولي اهتمام كبير جدا لفئة كبار السن وكبار المواطنين من خدمات مميزة. لو تكلمنا دكتور عن اللي تقدمه هيئة الصحة بدبي من خدمات لكبار السن وبالأخص في الشهر رمضان على وجه التحديد. طيب، هيئة الصحة ولله الحمد عندها برنامج متكامل كبار السن، ويمكن هي الوحيدة اللي عندها أقسام يعني خاصة بكبار السن وأطباء متخصصين في كبار السن. إحنا على تواصل مستمر ويا المسلمين عن طريق التليفون والتيلي ميديسن أو اللي هي دائرة الفيديو، يعني نشوفهم ويشوفونا حتى كانت في فترات الحرجة جدا بتاعت الكوفيد 19 لم ننقطع عنهم. صحيح. زيارات المباشرة المنزلية من تمريض وأطباء وعلاج طبيعي وأخصائي تغذية، الدواء نوصله للمنزل، العيادات مفتوحة في جميع المراكز الصحية الخاصة بالشيخوخة والمرضى الألزهايمر ومرضى السقوط المتكرر وهشاشة العظام، يعني لهم عيادات تخصصية في جميع المراكز الصحية في دبي. و حتى مقدم الرعاية اللي بيرعوهم في المنزل احنا بنسوي لهم دورات تدريبية، حتى إذا لم يكونوا ممرضين بنعطيهم دورات على مدار السنة كيف يتعامل، كيف العلامات التحذيرية للأمراض، كيف يكون على دراية، يعني كيف يقرأ الحالة الصحية للمسن نفسيا بدنيا كل شيء. هذه من الخدمات اللي بتقدمها أيضا هيئة الصحة. جميل. والجميل دكتور ان انتم دائما يعني يعني الحقيقه يعني البرنامج العلاج اللي متبعينها في الهيئه الصحه والعيادات الخاصه لكبار السن هو برنامج متكامل، لا يعني فقط يعني او يختصر عفوا على يعني البرنامج العلاجي، وانما ايضا انتم تنظرون للحاله حالة الشخص هذا المسن أو كبار المواطنين بشكل متكامل من الجانب الصحي ومن الجانب الاجتماعي والجانب النفسي، فهذه يعني منظومة جميلة جدا، يعني دائما يكون هدفها أن الشخص يكون دائما بصحة ودائما يعني صحته بشكل عام تكون مستقرة. نعم أحسن. دكتور محمد، حديث شيق الحقيقة عن كبار السن أو المواطنين، شاكرين لك وقتك الثمين معانا اليوم. دكتور محمد جميل النعماني استشاري طب الشيخوخة بهيئة الصحة بدبي، وإن شاء الله بتكون لنا لقاءات أخرى مستقبلا حول هذا الموضوع ومواضيع أخرى إن شاء الله. شكرا لك دكتور محمد. شكرا جزيلا. مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى إن شاء الله أن الحلقة قدمت لكم معلومات صحية مفيدة، وهذا هو دائما نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. أشكر فريق العمل المبدع معي اليوم، فريق الإعداد كان من هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت نجاة السويدي عفوا أو في ميرا الأغفلي عفوا، وفي الإخراج مخرجنا المتألق دائما الأستاذ النمر محمد، وتقبلوا تحياتي أنا عبد الله محمد جمعة، ودمتم جميعا بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.